السلام عليكم. احنا اعتقد حضرتك اخو استاذ كرم كردي ولا انا غلطان؟ بالظبط كده. صح كده. طيب ازاي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك يا كله كابتن تمام. محمد، وانا سعيد جدا على فكرة ان انا اكون معاك. ده انت منورنا يا فندم، منورنا، الله يخليك، وفي البرنامج بتاعك بالاخص، لان ربنا يخليك، انت كنت من اللعيبة الدماغ اللي في الفرق، يعني ربنا يخليك في يا استاذ الاهلي كرم، يعني. منورنا والله، منورنا الله منورنا. يخليك، الله يخليك. طيب يعني اسباب الاستقاله، ودي اهم حاجه يعني بالنسبه لمكالمتنا مع حضرتك. والله بص محمد، اسباب الاستقاله اتكتبت في الاستقاله، ماشي، وبعتها لمعالي الوزير، وهي ان الاتحاد يدار ولا يدير بمعنى ولا يدير، بمعنى ان احنا مش اصحاب قرار خالص، ماشي، بمعنى ان احنا ممكن تقول حضرتك أداة بس موجودة وبتتحرك، ماشي، من خلال تليفون، من خلال إيميل، من خلال خطاب، ماشي، وتمشي على حسب الأهواء الشخصية، حتى التعيينات، ماشي. وده يعني انا كنت من فتره طويله، كنت يعني شبه قدمت استقاله، وارسلتها برضو لمعالي الوزير يوم 30 واحد السنه دي، يعني في يناير، تمام. وكان بعد بطوله افريقيا على طول، علشان انا على صله قويه جدا بلعيبه الفريق الاول، فقلت عشان ما يحصلش بلبله قبل البطوله وكده. بعدين اتكلمت بعد كده برضو، يا جماعه انا كفايه كده، لان انا يعني مش مستحمل الواحد. انا بمارس كره اليد من سنه 66، يعني لعيب صغير وكبرت، وبعدين مدرب، وبعدين اداري ورئيس نادي، وبتفرج على جميع بطولات كاس العالم لايف في بلادها من سنه 2001. احنا نادي يعني صغير في اسكندريه، وهو نادي باكوس، وبيطلع دايما لعيبه فاهمين يعني ايه هاندبول، بنحب الهاندبول للهاندبول، مش لمصالح شخصيه ولا مفهوم. اي حاجه يعني غير مشروعه. فلازم يبقى اللي يبقى قاعد على الترابيزه في اتحاد كبير زي كره اليد بالذات، اللي هو يعني يهيأ لي من انجح الاتحادات هو مفروض المصريه. يعني الحديث دائما عن اتحاد كرة اليد ان هو من انجح الاتحادات الالعاب الجماعية يعني. بالظبط. بالظبط، بالظبط كده. فهو حضرتك اللي حصل ان فوجئت ان الترابيزه يعني اللي احنا قاعدين عليها، يعني كل شويه حد من الناس اللي هي ليها في الهندبول زي كابتن عاصم السعداني مشي من المجلس او من اللجنه المعينه، وبعدين في الدكتور عادل برضه مشي، تمام، كل واحد راح حاجه يعني بشغله وبمرتب، تمام. فوجئنا ان احنا قاعدين حوالي دلوقتي بين 6 افراد. يوم اول امبارح كان في، طب هل نتائج الأولمبياد كان ليها سبب أستاذ كرام؟ لا، الاولمبياد يعني جزء من الاسباب وجزء من الرجوع في الكلام، ماشي، يعني حضرتك مش اول مره يرجع في الكلام ان احنا بنتفق على مكافئات للعيبه، وانا كنت رئيس بعثه كرواتيا شهر 8 السنه اللي فاتت، واتفقوا مع الولاد على ارقام، ماشي، وكان يبلغين معالي الوزير ان احنا هنخرج من دور ال 16، احنا وصلنا للمربع الذهبي وخدنا رابع العالم. ولما رجعوا الولاد كانوا المفروض يستحقوا، يعني انا هقول الرقم بس، هو كان هيتحور لفلوس مصريه بعد كده 3700 دولار، تمام.
فوجئت ان هم اتصرف لهم 2700 دولار. فسالت يا جماعه ليه ده، يعني كده انتوا بتصغرونا؟ قال لك لا اصل كده كتير عليهم، ما احنا مش عاملين حسابنا ان هم يكسبوا. ماشي، ادي حاجه. لعيبه المنتخب الاول اتقال لهم برضو ان مباراه المجر برقم ومباراه النرويج برقم والدنمارك وفرنسا والارجنتين اقل رقم كان. فوجئنا برضو بعد ما الناس كسبت الماتشات دي كلها قالوا لا اصل هم ما وصلوش لدور الاربعه. ماشي، طب ما يا جماعه، طب هم خدوا خامس العالم يعني. وبعدين احنا اكيد يعني كان في ناس معاهم وقالت لهم الارقام دي، وفي تذمر حاليا يعني، هم لعيبه المنتخب كلها حزينه جدا ان هم يتقال لهم حاجه ولغايه دلوقتي ما خدوش ولا حاجه خالص. ف يعني عارف حضرتك لما بص ان هو يعني في مثل بيقول للرجال مواقف يعني اي راجل ليه مواقف، فمش معقول انا اقول كلمه وارجع فيها مره واثنين. اخرهم بقى اول امبارح جه ان احنا عندنا سفريه للتشيك للفريق الاول بتاع السيدات، دوره وديه لمده 3 أيام أو 4 أيام، هيلعبوا 3 فرق اوروبيه علشان يخشوا دورة بطولة أفريقيا في شهر 11 في الكونغو برازافيل أو في الكونغو يعني. طب يا جماعة إحنا في فترة صغيرة جدا صرفنا رقم كبير جدا على الناشئات والشابات، ماشي، ورقم بالملايين يعني. 2006 لسه راجعين من بطولة العالم، اخذوا مركز عمرنا في حياتنا ما خدناه، ماشي، خدوا ال21، المركز ال21 ماشي. قبليهم الفرقه 2004 راحت برضه بطوله العالم، كانت السنه اللي قبليها بطوله العالم اللي قبليها كانوا السابع. ماشي، المفروض ان انت بتتقدم صحيح او بتفضل مكانك. خدنا ال13 ماشي، وفوجئت ان ده بيتقال ان ده عليه انجاز. ان احنا ليه بقى، انا مش مهم اللي هم طلعوا بكام، انا المهم شكلي ايه والهاندبول بيتلعب ولا لا. مفيش قوام فرقه اصلا كانت بتلعب، مفيش اي يعني حس ان مفيش اي تخطيط. طيب يا جماعه المفروض احنا هنصرف كام في السفريه التشيك؟ هنصرف فوق المليون جنيه. هنصرف كام يا جماعه في الكونغو برازافيل او الكونغو؟ هنصرف 4 مليون جنيه. ماشي، طيب هنعمل ايه مع الفرق الافريقيه السيدات بالذات؟ هناخد من الخامس للثامن، وهم اصلا 8 فرق. ماشي، يعني انت يوم لما هتاخد مركز هيبقى الخامس. ماشي، واتمنى ان احنا ناخد احسن من كده، بس احنا مستوانا كده مش هنقاوح مع الفرق. ليه؟ لان الفرق الافريقيه بيجيبوا المحترفات بتوعهم من اوروبا. ماشي، احنا ما عندناش محترفات. ماشي، فيا جماعه طيب احنا ما نعمل نقطه ومن اول السطر، ونقف ونبص حوالينا ونرتب ورقنا تاني ونبتدي بالناشئين. فالمهم يعني جه تليفون والسيد رئيس المجلس استأذن، ماشي، في التليفون واحنا قاعدين، ان والله الناس مش عايزه تسافر ومش عايزين يعملوا ومش عارفين. قالوا له خلاص ماشي، في قرعه يوم 19، الحق بسرعه ابعت علشان تلحقوا ما تخشوش في القرعه. تمام، وكلم الدكتور حسن مصطفى كمان، والدكتور حسن مصطفى مشكورا وافق. فوجئنا تاني يوم ان كل القرارات دي اتلغت. ماشي، بعد ما المجلس وافق. ماشي، كان يعني مثلا ايه، كان ما فيش حد كان قاعد، ما فيش حد خد قرار، كان ما فيش لجنه. يعني المقصود حضرتك ان القرارات من مجلس مش موجوده اصلا، يعني ده بما يعني من السرد حضرتك للقصص او للقصه ومع كلمه حضرتك اوليه، ان القرارات ما بتتخذش خالص من مجلس اداره اتحاد الكوره. لا، ما بتتخذش.
سوري، اتحاد اليد، انا اسف معلش يعني. تحت اليد. يعني بتبقى مكالمات خارجية ولا من والله حضرتك بص، حضرتك خارجية داخلية هما الاثنين واحد، مفهوم. المهم ان هو يدار ولا يدير. طيب انا بشكر حضرتك استاذ كرام كردي، طبعا عضو اللجنه العفو، المؤقته في اتحاد كره اليد السابق طبعا بعد استقالته بالامس حقيقه، وحقيقه والحقيقه المقصود ان من مسؤول رياضي يعني، من خلال المكالمات الخارجيه اللي ممكن بيدي القرارات الخاصه بكره اليد، بتبقى طبعا يعني اكيد مسؤول رياضي خاص بكره اليد. طيب خليني اكمل الاخبار الخاصه بالبريمو. الحقيقه الاهلي طبعا عنده مباراته القادمه، مباراه العوده مع جورماهيا، ثم الاستعداد للسفر لمباراه السوبر افريقي، وكان طبعا عمليه التجهيز للسوبر افريقي عمليه تجهيز مهمه جدا، ماتش مهم وبطوله مهمه قدام النادي الزمالك المنافس التقليدي الدائم.